من ساعتين تقريباً كان الحدث اللي بيجيله سياح من كل حتة في العالم عشان يشهدوا عظمة الحضارة المصرية بتعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد رمسيس الثاني بأبو سمبل، في ظاهرة لا تزال تبهر العالم كله على الرغم من مرور أكثر من 33 قرن على هذه الظاهرة اللي بتؤكد قد إيه كان الحضارة المصرية القديمة هي سباقة، كانوا على دراية تامة بعلم الفلك والحسابات وزوايا الانحراف عشان نصل في النهاية إلى أن نكون عندنا هذه الظاهرة بهذا الشكل. اتجهت الأنظار اليوم إلى مدينة أسوان لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس في معبد أبو سمبل في ظاهرة لا تزال تبهر العالم رغم مرور أكثر من 33 قرناً عليها، مما يبرز التقدم العلمي الذي وصلت إليه الحضارة المصرية القديمة في مجالات الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير. في الستينيات تم نقل معبد أبو سمبل من موقعه الأصلي لإنقاذه من الغرق بسبب فيضان سد العالي في أسوان، وبعد هذا التحول تغيرت تواريخ حدوث ظاهرة تعامد الشمس، حيث كانت تحدث في السابق في 21 من أكتوبر والحادي 21 من فبراير، لكن بعد التغيير أصبحت تحدث في 22 من أكتوبر والثاني 22 من فبراير. ظاهرة تعامد الشمس تستند إلى اكتشاف علمي قام به الفراعنة المصريون، حيث يحدث شروق الشمس من النقطة الشرقية وغروبها من النقطة الغربية تماماً في يوم 21 من مارس. كما اكتشف الفراعنة أن الشمس تمر على كل نقطة في مسارها مرتين في العام، وأن المسافة الزمنية بين هذه المرات تختلف باختلاف بعد النقطة عن نقطة الشرق. معبد أبو سمبل تم بناؤه بحيث يكون اتجاه دخول أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني من الشرق محسوباً بدقة، وكان يخطط بعناية لضبط هذا التوجيه حيث يتغير اتجاه دخول أشعة الشمس بزاوية صغيرة يومياً، كما تخترق أشعة الشمس الممر الأمامي لمدخل المعبد لتصل إلى قدس الأقداس حيث يحيط بها تماثيل للآلهة. تعد ظاهرة تعامد الشمس في معبد أبو سمبل من المعالم السياحية الشهيرة في مصر، حيث تجذب زواراً من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بروعة هذه الظاهرة وللتعرف على التاريخ والثقافة المصرية.